غياب البديل للحصول على العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية أصبح اليوم يجبر المواطن الجزائري لاقتنائها من السوق الموازية. السلام عليكم. ما رأينا في الفترة الأخيرة عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع سعر الأورو في الجزائر. ارتفاع اليورو والدولار بشكل أسرع رغم انتهاء موسم العطلات، مما يؤكد صعوبة التنبؤ بتطور السوق الموازية للعملات في الجزائر التي تخضع أيضا للتكهنات المتداولين، بالإضافة إلى عامل العرض والطلب. بالتوازي مع ارتفاعها في السوق الموازية، شهدت أسعار اليورو والدولار في البنك المركزي الجزائري بتاريخ 6 سبتمبر وانخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار نهاية أوت الماضي. لاحظنا في الفترة الأخيرة منذ بداية الصيف تراوح سعر صرف اليورو الواحد في السوق الموازية للعملات بالجزائر بين 2.4 ملايين إلى غاية 2.41 ملايين دينار جزائري، لكن عادت الارتفاع إلى 2.420 ملايين في دينار جزائري منذ 30 أوت 2024. وقالوا بعض السمسارة إن السوق الموازي في الجزائر بأن اليورو لا يزال في مسار صعود كبير جدا، حيث استمرت في الارتفاع وجرى تداوله في وقت مبكر من اليوم. اليوم قدر يدير 25 الحق حتى 26 في بعض المناطق في الجزائر. خلال أكتوبر 2024 شهد سعر اليورو ارتفاع كبيرا في السوق الموازية، حيث وصل سعر الأورو مستويات قياسية متجاوزة 25 دينار جزائري لكل يورو في بعض المناطق. السبب وراء هذا الارتفاع هو يعود إلى عدة عوامل، منها الإقبال المتزايد على شراء السيارات المستعملة المستوردة من أوروبا، مما زاد الطلب على اليورو. في المقابل يواجه السوق الرسمي نقصا في المعروض من العملة الصعبة، مما يضغط على الأسعار في السوق السوداء. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقاش مستمر حول ضرورة تحرير سوق الصرف الرسمي لتقليل الفجوة بين السوق الموازي والرسمي. ارتفاع الأورو في الجزائر حقيقة يعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. في الأونة الأخيرة اليورو شهد ارتفاعا خياليا في الجزائر، خاصة في السوق السوداء بسبب الطلب المتزايد ونقص المعروض. ومع ذلك على المدى البعيد قد تنخفض قيمة اليورو إذا تحسنت الظروف الاقتصادية في الجزائر، مثل تحرير سوق الصرف أو زيادة الاحتياط من العملة الصعبة. كما أن هذه التغييرات في الاقتصاد الأوروبي وأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي قد تؤثر أيضا على قيمة اليورو عالميا.